سابحون، هكذا ردد الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد الاتفاق النووي. معادلة الربح والخسارة هذه هي ما يحكم معالم العلاقة المستقبلية بين أقطاب الشرق الأوسط والغرب وتحديدا الولايات المتحدة فيما تبقى من أشهر حكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما. فهل ستكون اليد الممدودة لطهران نهاية الأزمة أم بدايتها؟ ما الذي سيحدث إذا لم يتمكن البيت الأبيض من ضمان التزام إيران بتعهداتها، وهي اتفاقات يكمن في طيات تفاصيلها الشيطان كما يقولون؟ توجهنا بالسؤال لرئيس تحرير صحيفة الوطن عبد الرحمن الشميري، هل إيران جادة في الالتزام بتعهداتها برأيك دكتور؟ لا أعتقد أن إيران ستطبق هذا الاتفاق. إيران بحاجة إلى الإفراج عن الأموال في الخارج، بحاجة إلى رفع العقوبات في هذه الفترة. في خلال هذه الفترة ربما أن ستنقض إيران للاتفاق. وهل يمكن للرئيس أوباما أن يغير من نهج طهران الذي لا يرضى عنه حلفاء واشنطن في المنطقة؟ السياسة الأمريكية في 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 المنطقة تغيرت بسياسة أوباما، ولكن ما هي السياسة القادمة؟ الحقيقة ننتظر بالمرشح القادم من سيكون. والمجابهة الخفية ولكن العنيفة بين طهران وبين دول الخليج حيال الوضع في اليمن وسوريا يلقي بظلاله على علاقات هذه الدول، أو ما تنتظره وترجوه من واشنطن عبر تحويل أزمتها مع إيران إلى أزمة داخلية أمريكية؟ فإلى أين تتجه الأمور هذه المرة بين دول الخليج وإيران؟ السؤال نتوجه به إلى محمد الحمادي رئيس تحرير جريدة الاتحاد. إلى اليوم دعم النظام الإيراني للمجموعات الإرهابية أو المجموعات التي تشكل خطر على استقرار الدول، كل هذه الأمور لا زالت موجودة. أعتقد إيران بحاجة أن تتقدم خطوة نحو دول الخليج، بحاجة إلى أن تثبت حسن النوايا والرغبة في تغيير الواقع. وهل ينتظر تحول في الموقف الأمريكي بعد انتخابات 2016؟ نتمنى أن تكون القراءة الأمريكية مختلفة عن القراءة الحالية، تقييم الوضع في المنطقة أن يكون مختلف، العلاقة مع طهران أن يكون هناك يعني واقعية أكثر حقيقة. من دمشق إلى صنعاء إذن اتهامات حادة متبادلة وتجاذب أمني لا يستبعد كثيرون أن يؤدي لبلوغ الصدامات عن بعد حافة المستوى العسكري بين إيران ودول الخليج، ويبقى الانتظار لمعرفة كيفية تجلي هذا التنافس السعودي الإيراني في منطقة حبلى بالتحولات والتغيرات العاصفة والمتواصلة من سنين. من أبو ظبي لليوم على الحرة مصطفى سبحان. وأرحب بضيفنا مباشرة من واشنطن السيد باتريك كلوسن مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. أهلا بك معنا سيد كلوسن في برنامج اليوم. يعني في البداية الاتفاق يطالب إيران ربما بمزيد من الشفافية بخصوص برنامجها النووي وبضرورة تحديد سقف لعملية التخصيب، كيف تقيم استجابتها لهذا الطلب؟ إيران أوضحت أنها ستتعاون مع المطالب كما تفسر هي المطالب، وتفسيرها يختلف عن تفسير واشنطن. نحن محظوظون إذا رأينا استمرارا للخلاف وعدم سعادة من الطرفين، وكل طرف يقدم على مطالب غير معقولة.